بسرعه ناخد احصائيات هذه المباراه عشان نرجع نتكلم بسرعه مع ضيوفنا الكرام عن هذه المباراه بالتفاصيل الفنيه. ده جدول ترتيب الدوري، الزمالك في المقدمه برصيد 32 نقطه، لعب 13 مباراه، لسه مؤجلات كتير. النادي الاهلي بيراميدز 26 نقطه، ومصر المقاصه 26 نقطه، الانتاج الحربي في المركز الرابع 23 نقطه من 16 مباراه، المقاولون العرب 14 نقطه من 20 مباراه، وسموحه 20 في المركز السادس، الاتحاد السكندري في المركز السابع 19 نقطه، وطلائع الجيش في المركز الثامن 18 نقطه، وحرس الحدود في المركز التاسع 18 نقطه. الداخليه في المركز ال11 برصيد 16 المصري بورسعيدي 10 المركز العاشر برصيد 16 نقطه، الداخليه 11 برصيد 16 نقطه، والمركز ال12 النجوم 16 نقطه، وادي دجله 13 16 نقطه. شوفوا من 10 ل 15 نقطه واحده بس من المركز العاشر المركز ال15. النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يكسب هينط مراكز كبيره جدا. الجونه في المركز ال14 16 نقطه، بتروجيت في المركز ال15 15 نقطه، والاهلي في المركز 16 14 نقطه. تخيلوا من 8 مباريات 14 نقطه، لسه طبعا مؤجلات كتيره جدا قلنا مش هنتكلم عليها، خلينا نتكلم على ماتش بماتشو. 17 امبي لعب 15 مباراة عنده 14 نقطة، والإسماعيلي في المركز ال 18 برصيد 13 نقطة، الإسماعيلي عليه علامات استفهام كبيرة جدا. دي قائمة الهدافين، يوسف أوباما الزمالك 6 أهداف، ورجب الإنتاج الحربي 6 أهداف، ونضاي دجلة 6 أهداف، وكينو 6 أهداف، وجون أنتوي 6 أهداف. محمود علاء احنا يعني ماشي محمود علاء 8 اهداف، ده طبعا هداف الدوري لغايه دلوقتي، وحسام باولو 6-7 اهداف، المفروض ان احنا كنا عكسنا يعني ماشي. الداخليه شملس بيكلي بتروجيت 7 اهداف، احمد علي المقاولون العرب 7 اهداف، ومحمود كهربا الزمالك 6 اهداف. ده مشوار الاهلي في بطوله الدوري، الاهلي كان قبل الاسماعيلي 1-1، الاهلي والمصري الاهلي تفوق 2-0، الاهلي ودجله 1-0، الاهلي حرس الحدود الاهلي 2-0، الاهلي والانتاج 0-0. ده كان اول خساره للاهلي، 4-3 من الاتحاد السكندري، والاهلي والمقاولين خساره من المقاولين العرب 0-1، والاهلي وبتروجيت 1-0، وان شاء الله نكمل سلسله انتصاراتنا باذن الله النهارده على الجونه. مشوار الجونه في الدوري، جونه وامبي 1-1، طلائع الجيش كسب الجونه 5-0، الجونه وسموحه 1-1، المقاولون العرب والجونه خسر الجونه 4-2 من المقاولين، والزمالك والجونه 3-0. الجونة والمصري خسر أيضا 1-0، ودجلة والجونة تفوق الجونة 3-1، الجونة وحرس الحدود 1-1، والإنتاج الحربي والجونة 0-0، والجونة والداخلية الجونة تفوق 3-2. بيراميدز والجونة 1-1، بتروجيت والجونة، الجونة برضو يعني كسبانة مباريات وفرق كبيرة 2-1 على بتروجيت، الاتحاد السكندري والجونة 2-1، الجونة ومصر المقاصة 0-0، والنجوم والجونة 0-0. دي تاريخ مواجهات الاهلي والجونه، لعب 11 مباراه، فاز في 6 مباريات، تعادل في 4 مباريات، هزيمه مباراه واحده، له 14 هدف وعليه 5 اهداف. ده الاهلي اول واخر مباراه بين الاهلي والجونه، اول مباراه بين الفريقين كانت 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الاهلي 1-0، واخر مباراه كانت 20 يوليو 2015 وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. انتوا عارفين الجونه كان نزل وطلع تاني. احرز اول اهداف الاهلي فرانسيس، واحرز اخر اهدافه اسلام حارب، احرز اول هدف للجونه شريف اشرف، واخر اهداف الجونه كان اسلام رشدي. دي هداف الاهلي او هدافه الاهلي والجونه، عماد متعب النجم الكبير 3 اهداف، والسيد حمدي هدفين، شهاب الدين احمد هدفين، 7 لاعبين لكل منهم هدف واحد، وخمس لاعبين لكل منهم هدف واحد. ده الاهلي اكبر فوز للاهلي على الجونه كان 4-1 مره واحده، و2-0 مرتين، والفوز الوحيد للجونه كان 1-0.
دي قائمة المباراة طبعا قالها لنا الزميل العزيز كريم أحمد، لكن أفكركم بيها تاني. شريف إكرامي ولطفي وكوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف، كوليبالي بيدخل القائمة تاني، أحمد علاء وهاني وكريم ندفد وباسم علي وهشام محمد وليد سليمان والسلية ومؤمن زكريا، أحمد الشيخ، إسلام محارب، ميدو جابر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، مروان محسن ووليد أزارو. القائمة فيها أسماء كبيرة جدا وفيها أسماء مهمة جدا.